انا كنعاني من مشكل ديال الحب شباب، وكنعاني حتى من الاثار ديالو وفي الوجه ديالي بالخصوص. كل نهار كنلقى حبوب جداد في الوجه ديالي، مره كنلقاهم في الجبهه ديالي، مره كنلقى في الحناك ديالي. يعني هذا المشكل غادي وكيتزاد. كنحاول انني ما نخرجش للناس بالوجه ديالي الطبيعي، وانا كنقرب 30 عام. صعيب عليا صراحه نكون مازال كنعالج في المشاكل ديال الحب شباب.